بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. أنا ناظم رسمي باسم تجمع كتاب اتحاد شهداء بدر وقائد العمليات العسكرية على جبهة الأشرفية. سنقوم الآن بقصف مواقع شلبية الأسد المتواجدة في المشى الفرنسي والمول. طبعا نحن مستمرون في العمليات العسكرية على هذه الجبهة، والحمد لله وفضل الله كل يوم لنا تقدم جديد، والله ولي التوفيق. 375 درجة الانحراف. يلا شباب يلا.